احنا انت علاقتك طول عمرها بالجمهور كويسه، تعال نشوف الجمهور هيقول عليك ايه. يا ساتر استر يا رب. كابتن عادل يعني ده من زمان، يعني انا طلعت بشجع نادي الاهلي، حضرت الكابتن عادل صفقات وعمل خدمات كتير قوي للنادي الاهلي، يعني كصفقات وكلعيبه كان بيجيبها، ويعني شخصيه يعني عظيمه كابتن عادل، يعني ما علوش اختلاف. كابتن عادل كاي من الناس اللي قلبها على النادي جدا وبتفكر ازاي تطور منه، وطول الوقت عندها احساس ان النادي يعني مسؤوليه كبيره ومحتاج يعني ان هو يكون بكميه الصفقات اللي قدمها للنادي وكميه الترتيبات اللي بيدخل فيها مع النادي، وان هو عنده اقتناع كامل ان طول الوقت الناس اللي بتقرب من النادي لازم تكون بتحبه من الجماهير اللي موجوده بره، وبيحاول يوصل صوره كويسه عن النادي في الوطن العربي كله وفي العالم بره. وهو راجل يعني ما شاء الله عنده اكسبيرينس حلوه جدا، والفيدباك اللي بيلاقيها مع الناس بعد كده ايجابيه جدا، يعني الناس اللي بتحفزها ان هو قيمه كبيره جدا موجوده في النادي. ده راجل من الناس المحترمه جدا جدا، وخدم النادي الاهلي كتير ورئيس شركه الكوره، من الناس المحترمه وعمل صفقات حلوه طبعا اكيد حلوه جدا. اولا الكابتن عادل القيعي هو شخصيه مميزه جدا في النادي الاهلي، وذو نظره ثاقبه في اختيار اللعيبه، وهو ليه يعني اللي قدمه ده ما يجيش جزء صغير من اللي لسه هيقدمه الكابتن عدلي. والكابتن عدلي يعني معروف ان هو معظم عناصر النادي الاهلي كلعيبه وكيانات كان هو ليه الفضل فيها طبعا، وفي الصفقات المميزه اللي جت للنادي الاهلي، ولسه ده كله يعتبر صفر على الشمال بالنسبه اللي قدمه النادي الاهلي. اكيد طبعا انا بشكر الكابتن باشمهندس عادل القيعي، بامانه حاجه صفقات بيجيبها لنا عالميه بجد. انا بشكرك يا باشمهندس عادل القيعي، وبشكر النادي الاهلي بجد، النادي الاهلي ده حاجه عالميه ومفرحنا دايما. دكتور عادل القيعي او المهندس عادل القيعي طبعا من ايام ما كان في التعاقدات وهو عامل طفره في النادي الاهلي، ولما بقى مدير النادي الاهلي او مدير مؤسسه الاهلي بقى عامل حاجات كتيره، وده ملموس معروف عن عادل، عن المهندس عادل القيعي. يعني هتقول ايه بقى للناس اللي هو يعني بخلاف رضا الله عليك سبحانه وتعالى وعلى اسرتك ونجاح اسرتك الصغيره، مفيش اجمل من كده، ان تشعر ان الناس حاسه بيك، بتقول فيك راي كويس، اه شايفاك كويس، بتذكرك بكلمه طيبه، وهذا ممكن يجي عن طريق النفاق، عن طريق المواجهه الصحيه السليمه. وانا الحمد لله بقول حاجات بيختلفوا معايا فيها، بس بعد شويه تطلع صح، بيتفقوا ان زي يحبوك كما وجدتموه. مثلا ما تحاولش تعدل على كتالوج الاهلي عشان ما نبوظش ثوابته، يعني كلام من اجيال مختلفه طبعا، كلهم مركزين على موضوع الصفقات. لكن عايز اقول لك حاجه. طب ايه الصفقه الجديده؟ لا انا اقول لك حاجه، هو انت لما تعين كادر كويس في النادي الاهلي يفيد النادي الاهلي، دي صفقة ولا مش صفقة؟ صفقة طبعا. هدي لك حاجة بعد الانتخابات مع أول افتتاح لنادي مدينة نصر، أنا دورت على مدير للنادي. تفتكر جبت مين؟ مدير حملة الفريق مرتجي اللي كان بيواجهني، شفت فيه المنافس الشريف، الكفء اللي بيحب النادي، وكان رحمة الله عليه حسن مسعود اللي توفى السنة اللي فاتت، الله يرحمه ويحسن إليه، اللي من ساعة ما دخل النادي الأهلي لحد ما خرج منه محدش قدر يقول غير إنه قصة نجاح ومدير من أنجح الناس. أنت بص مصلحة دي صفقة.